هذا أنت يا سيد شاهين؟ يبدو أن نظري قد ضعف. إيه، معاذ الله أن نشتكي، لطالما كنا نرى كل تلك السنين. ما دمنا قد رأينا القسم الأصغر من الأشياء التي آمنا بها، فما الضير إن شح البصر قليلا وأصبح هناك ستار يحجب عنا رؤية الأشياء بوضوح. بعد هذا العمر ما الذي سنراه ونستغربه؟ أو ما الذي سوف نقول يا ليتنا نستطيع رؤيته؟ أنت ما زلت شابا، فإذا سألت عجوزا مثلي عن راحة البال فجوابه لا يقول يا ليتني فعلت ولم أفعل، لأن لو تفتح عمل الشيطان، وكي لا يقولها عليه توجيه لسانه ويده وعقله إلى الطريق المستقيم، طريق الهداية. أكثر الناس تظن أن راحة البال بترك الملذات والدخول في التصوف، ولكن هذا ليس صوابا. عليك أن تعمل ما لا يجعلك تقول لو أنني، وفيما عدا ذلك افعل ما تريد. ولتعلم أيضا أن ضعيف النظر يصبح كثير الكلام، وخاصة إن كان مثلي يحب الثرثرة. أستغفر الله. إذا أذنتم لي أنا أرغب بالبقاء هنا في تكيتكم. وهل التكية لي يا سيد شاهين؟ إن كتب الله لي لن أعيش أكثر مما عشته من عمر. لنفترض أني رفضت طلبك، وبعدها أخذ الله مني أمانته، فستأتي وتطلب ذلك من خلفي، وستقول ربي كريم. حينها لن يكون إذني موجودا، فكيف سنعطيه لكم؟ مكان القادم جاهز وطريق الذاهب مفتوح. لا نقول للآتي لا تأتي، ولا للذاهب لا تذهب. بالتأكيد لا يقال، لكن أنت ابن جندر أغلو يا شاهين، ووالدك ليس لديه علم بقرارك، وربما لديه رأي آخر، فهو متعلق بك كما أعلم يا ولدي. وليكن، أبي حر في رأيه وتفكيره، وأنا كذلك، فدعني أفعل ما أريده يا شيخي. حسناً، إذن من جهتي لن أملي على رجل بالغ ما يجب عليه أن يفعله وما لا يجب عليه فعله. ليس هناك يا شيخي داع للحذر من أبي عندما أكون هنا. عندما تكون أنت هنا وعندما لا تكون هنا، حذرنا هو ذاته يا شاهين، لذا لا تقلق علينا. اسمح لي يا شيخي. تعال يا يونس تعال. كنا نتحدث الآن أنا والسيد شاهين في أمر هام. بالإذن يا شيخي.